بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. طبعا في بداية حلقة اليوم نذكر حضراتكم بالدعاء لأهل غزة وفعل ما يمكن الفرد أنه يفعله لأهلنا في غزة. منذ ساعات قليلة حدثت مجزرة في خان يونس، وهناك مجازر كل يوم أقل لا يقل عن 30-40، ربما يصل إلى أكثر من هذا العدد قتيل فقط، غير الجرحى، غير المشردين، غير الناس اللي مش لاقيين ياكلوا ولا لاقيين دواء ولا اي شيء. فلا ننسى اهلنا في غزه من الدعاء ومن ان نكون معهم في هذه الكربه ان شاء الله، عسى ربنا يفرج عنا جميعا كربات الدنيا والاخره. خلينا نرحب بفضيله الشيخ الدكتور عصام تلينا في بدايه هذه الحلقه. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك استاذ اهون، اهلا بكم مشاهدي الكرام. اهلا بك دكتور. طبعا احنا كنا اتكلمنا في حلقه الاسبوع اللي فات عن مساله الفتوى اللي اصدرها الدكتور امام رمضان في مسألة تحليله أو إباحته لشركة الكهرباء. الحقيقة الموضوع متطور الآن، يعني خرج في فيديو آخر يؤكد على فتوته، وتم فصله من جامعة الأزهر لمدة 3 شهور لحين انتهى التحقيق. أيضا دار الإفتاء دخلت على الخط وأصدرت فتوى بتقول إن شركة الكهرباء أمر حرام وخيانة للأمانة ومخالفة لولي الأمر. فحضرتك إزاي متابع هذا الجدل حول هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. طبعا ذكرنا هنا في الحلقة السابقة حينما تحدثنا عن هذه الفتوى ودناها أو رفضناها أننا ضد هذه الفتوى لأنها لا تستقيم فقها وفرعا، لأنها نظرت إلى جانب واحد وهو جانب المظلوم المواطن الذي استغل حاجته فتوضع له الفاتورة دون اختياره، اللي هو بيسموه عقد الإذعان، فواتير التليفونات، الكهرباء، المية، عقد من طرف واحد، زي العقد اللي مكتوب الطرف الأول الشركة الفلانية، الطرف الثاني المستخدم والمستفيد، كل الحاجات عليك إذا تأخر عن كذا يقطع كذا، إذا مش عارف إيه غرامة إيه، إذا إيه طيب، ما تلاقيش في البند أي حاجة على الطرف، يعني إذا تعطلت الكهرباء بغير سبب ما فيش أي جزاء عليه. طب إذا أنا تأخرت في دفع الفاتورة أتعاقب غرامة. طب إذا أنت اتقطعت الكهرباء بدون عذر أو تأخرت الخدمة أو الخدمة بقت سيئة رديئة، الكهرباء بتعش بتحرق لنا الثلاجات، اللي اتحرق له ثلاجة بسبب الكهرباء، ضغط عالي نزل بتاع الكهرباء بوظ لك ثلاجة ولا أجهزة كهربية، الغرامة على مين؟ مع طيب. إنما لو أنت مثلا السلك العمومي بتاع الكهرباء الكب اتحرق ولا باظ، صلى على حسابك او عليك كذا. فهنا الـ المساله هنا ان بعض الناس للاسف بينظر من طرف واحد. فهي الفتوى بتاع الدكتور امام رمضان نظر الى جانب المظلوم، صح، حقنا ننظر للمظلوم وننصف المظلوم وان العقود تكون فيها انصاف لك وعليك، انما عقود الاذعان دي ليست منصفه للمواطن. لكن طيب ما احنا النهارده لما بنفتح باب زي ده بنفتح باب لاني صاحب الحق وصاحب الحق ياخذ ما يستحق وما لا يستحق، ثم تتحول المساله الى نبقى كلنا قضاه وتنفيذيين وحكام، بينما احنا مش كده. فهنا ده كان خطا فتوى الدكتور الازهري الذي، وانا ضد ان يتحول التحقيق وضد ان يتفصل، انما يحاسب يناقش في فتواه، لكن لان المساله متعلقه بالسلطة. يعني انت متخيل خطورة الامر هنا لو الناس نفذت فتوى الدكتور ده، معناه ايه اللي يحصل للسلطة دي؟ خرب بيتها. فهنا المسألة طبعا دخلت عصب الاقتصاد والسياسة. طيب اذا انا بتكلم هنا وانا يعني ممكن للفتوى مش موافق عليها، لكن بقول ايه السياقات اللي تخلي الجهات الرسمية تتحرك في الامر، لان الناس اصلا على اخرها فاي دعوه زي دي وارد. فمن هي ممكن الناس تبقى ده من باب العصيان المدني زي ما ذكرت، بس من باب ان الناس تاخر الفاتوره مش ما تدفعهاش لان وتبقى دين عليك، انما ليس من باب عدم الدفع، ان هي ده لا يجوز شرعا، لان انت خدت خدمه تاخد لا مقابل، والمنهي عنه شرعا ان اكون انا مغالي عليه. فتوى دار الافتاء نظرت ايضا بعين واحده الى عين السلطه. يعني هنا المشكله عندنا فتوتين، كل فتوى بصت بعين واحده ما بصتش بالعينين مع بعض. الفتوى الاولى نظرت بعين الى المظلومين وده حق، لكن مش الحق الكامل.
والفتوى الثانية نظرت بعين السلطة، وهذا حق ولكن ليس الحق الكامل. هنا العينين مع بعض، التوازن، ان كان المفروض الفتوى تطلع ترفض هذا الامر سرقة، وترفض السرقة الاخرى التي تقوم بها السلطة او هذه الشركات بحرمان الناس من الخدمة او بالتجاوز من الخدمة. يعني انت النهاردة شهر قطع فيها الكهرباء، الفاتورة تيجي عالية بتاع ايه؟ يعني تقطع الكهرباء اصلا، طب وهي مقطوعة تيجي الفاتورة زي ما هي مش مقطوعة. طبعا كلام فيه مجازفة وفيه ارقام جزافية، فده اللي مخلي الناس هنا فتوى راحت يمين وفتوى راحت شمال. والا الوسطية في الامر هنا ان على الفتوى ان هي تنظر بعين مجردة بغض النظر عن مين هيستفيد ومين هيتضرر. يبقى انا اقول والله على المواطن اذا نال خدمة ان يدفع ثمنها، وعلى الشركة التي تقدم الخدمة الا تغالي على الناس ولا تستغل حاجات الناس، وانها اذا قصرت ان تعاقب في تقصيرها او تعوض المستخدم عن هذا التقصير. يعني انت لو في مكان محترم حمايه جهاز حمايه المستهلك، جات الكهرباء عاليه جامد ضربت لك ثلاجه بوظتها، في اي دوله محترمه ترفع اي قضيه بتكسبها وانت رجل على رجل. ليه؟ انا الثلاجه بتاعتي مبوظ كده، زي ما بتلاقي المصانع نفسها الاجهزه عليها ضمان. لو انت شاري تليفون، لو انت شاري غسالة، ثلاجة، تلفزيون، ليك مدة ضمان، طول ما هي في الضمان تصلح على حساب مين؟ شركة. كويس خالص بيستبدل. انما هل الكلام ده بيمارس او بيتم مع الشركات التابعة للسلطة؟ الحقيقة لا. الكهرباء، المية، الغاز، اللي بيزود بيزود من عنده. طب هل في نقاش منطقي لهذا الامر؟ لا. ثم ايضا النظر لهذه السلطه انها تنظر لعين المواطن، لجيب المواطن، على انه دائما مطمع. دوله جبايه لا دوله رعايه. برضه مطلعين امبارح قرار ولا حاجه او من يومين، اللي هيقعد في المحطه ساعتين غرامه 50 جنيه. ليه؟ عايزين فلوس. لما يطبق الشرط ده اللي هيحصل؟ قال لك هيجي لهم 500 مليون، نص مليار، ويمكن يبقى مليار. إذا أنت عمال تبتز في المواطن وبس، هدفك تطلع من جيب المواطن. فطبعا بيضطر زي ما تلاقي الناس هنا بتتجاوب مع مثل هذه الفتوى اللي قالت لا ما تدفعوش أو اسرقوني يرحمكم الله. ماشي ليه؟ لأنه بيلامس حاجة عند الناس ومظلمة عند الناس. لو أنت النهارده المواطن بياخد حقه، طلع واحد قال له اعمل الكلام ده، أول ناس هترد على الشيخ اللي قال الفتوى هي الناس لو الحقوق واصلاها. إيه اللي مخلي الناس النهاردة تقول لك والله الله يكرمه ده فتوى جميلة ورمانية خطأ؟ ليه الناس مرحبة بيها؟ إنها تلامس مظلمة عندهم. طب لو أنت أزلت المظالم الناس هتفكر معاك التفكير السليم الطبيعي. الناس لما بتلاقي النهاردة في البيت الواحد اثنين إخوات، دكتور واحد متطوع بالإعدادية في الجيش، بتلاقي في النهاية أو مؤهله متوسط حتى في الجيش، مرتبه أعلى، علاجه في مستشفيات معينة. إنما الدكتور ولا المهندس لا. هنا ما بنقولش من باب الطبقية، احنا بنتكلم إن ده مظالم. النهاردة نيجي يقول لك التعليم، وتلاقي بعض الناس يقول لك إيه ده عرق الجيش. يعني ايه عرق الجيش؟ فانت عالم النهارده شركات بتدفع ضرائب، طب انت شركات الجيش اللي منتفع بيها قيادات معينه فين ضرائبها؟ ما فيش كلام ده. فهنا لما بيشعر الناس بهذه المظالم والفوقيه والفروق الهائله بين طبقات الشعب، بيخلي اي راي يطلع ولو كان خطا يلامس حاجات الناس، الناس بتأيده وبتقف معاه وترحب بيه. ولذلك بتلاقي ناس بتلجأ للكلام ده من غير فتوى، وناس مش محتاجه فتوى بالمناسبه. يعني الناس لو الدكتور ده ما طلعش الفتوى الناس بتعمل الكلام ده طبيعي. يعني هل ما فيش سرقات كهرباء في مصر؟ في طبعا. كام؟ عد اللي بيكتشف اقل مما لا يكتشف بالمناسبه يعني. فاذا الشاهد هنا ان مثل هذه الفتاوى على الفتاوى المتعلقه بالشأن العام، ان المفتي لما تعرض لها
سواء مفتي شعبي أو رسمي أن ينظر إليها من جميع جوانبها ولا يراعي جانبا ويهمل الجانب الآخر. والله جزاك الله خيرا دكتور على التوضيح في يعني شقي الفتوى. النقطة دكتور الحقيقة عايز أقف عند لفظ ولي الأمر في فتوى دار الإفتاء. يعني هل إحنا يجوز لنا أن نطلق على السلطة الحالية في مصر مسألة ولي الأمر ويكون ليه يعني ما لولي الأمر في الإسلام من حقوق؟ يا سيدي هنعتبر إن ولي الأمر ده الناس جابته للانتخاب وقالوا له علينا الطلاق جميعا لا تحكمنا، بالله عليك لا تحكمنا. طيب يا جماعة عملوا انتخابات وراح منزل 20 واحد قدامه وكان اكتسحهم وفاز. خلاص أنا بقى قاعد أفترض خيالات أهي. ماشي؟ تمام. والراجل قايم نايم ما بيقومش من على سجادة الصلاة. وما عندوش ولا مسجون. ويعني ملايك ناقص يبقى ملايك بجناحين. بجناحة. قولي أجنحة. طيب. لو ولي حصل في انه طلعت وزاره من الوزارات في خدمه من الخدمات بتظلم الناس، حكم ولي الامر ده هنا يبقى هتحكمه الاحاديث والنصوص انما الطاعه في المعروف لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طيب نسمع له نطيع امتى؟ لما يبقى ولي الامر يطاع، لان قال لك ايه؟ ان تصرفات الحاكم منوطة بمصالح الرعية. تصرفات الحكام منوطة مربوطة بأحكام مين؟ بمصالح مين؟ الرعية. تعالى لي بقى النهاردة المسألة اللي احنا فيها دي، كهرباء مية غاز، الحاكم ده ولي الأمر ده يا عم خلاص، يعني الأول احنا هنتجاوز ان هو يعني هنناقش بعد شوية هو ولي أمر ولا لا، بس خليه هو دلوقتي لو ولي أمر شرعي رسمي فهمي نقي كله بالصلاه على النبي كده ايه بيسلم له. جات عند خدمه زي دي ولا تؤدي وظيفتها وتظلم الناس. طيب الغاز اتباع للكيان الصهيوني ارخص معاه وبنشتري منهم دلوقتي. الميه هو اللي قال لك اطمنه كله زي الفل. دي الميه في النيل ومش عارف يعمل حاجه مع بتوع اسيبه في السد. الغاز ادينا قلنا، الميه دول، الكهرباء نفس الحاله. طيب اذا اهم ثلاث خدمات الناس عايزاها في الملف ده ما اتعملتش، يبقى ده ايه اللي حصل له؟ اخ مش شرعي فيها. هل عمل وسائل للناس تتظلم؟ الراجل الصالح ده الطيب ده الكيوت اللي هو ولي الامر الرسمي على كل الاراء عند الناس اللي هم بيأيدوه معاكم يا جماعه، سالم ده ولي امر خلاص؟ قلناش بعد شويه ان هو مش ولي امر اصلا، بس خلينا معاه ولي امر. هل عمل للناس سبل ووسائل للتظلم ضد السلطه؟ السلطه دي في النهايه المواطن من حقه يشتكيها. بس في عندك حاجه اسمها مجلس الدوله. مجلس الدوله ده وظيفته ايه؟ المفروض ان هو القضايا المواطن مع الدوله. ايوه مع الدوله. طيب هل النهارده حد يجرؤ يروح يرفع قضيه على الدوله في قضيه معينه؟ الناس تقدر تروح تقول والله يا جماعه هنرفع قضيه مجلس ضد الكهرباء انها ما تغلاش، ولو حكم قاضي اذا مشت القضيه هيتنفذ؟ ده انت يا مؤمن في تيران وصنافير قالوا مصريتين. قال لك امي يا ريت في حاجه الناس اديها لها. طب يعني اذا حتى مساله ان في وسيله تقاضي عند المظالم ممنوع مش موجود. طيب بأمرت ايه بقى؟ يبقى ده ولي امر. دي هذه المساله. ده قلنا ذاك الراجل عادل عدل ملوش حل وجاي برضا الناس، ولكن جه في ملف عك غلط يحاسب. هو سيدنا عمر الخطاب ما حاسبش عمرو بن العاص والي مصر؟ هل القبط لما راح يشتكى اتقال له لا ده ولي امر تسمع وتطيع؟ لا شكى وجاله وغيره. نعد لك كم واحد كم حاجه كم حادثه. اذا في توظيفنا المصطلح ولي الامر، تعالى الامر الاخر، هل ده ولي امر؟ ومن هم اولو الامر اللي القران قال عنهم؟ واولي الامر من؟ يا جماعة الصيغة جت بصيغة الجمع،
معناه انه مش فرد بيحكم، دي مؤسسات بتحكم. وانه حاكم جاي ما ياتي به الامر ده يندرج تحت طاعه الله ورسوله، يعني هو اصلا بيطيع الله ورسوله، فاحنا عشان كده بنسمع له. هل ده بيتوفر في الشخص اللي بيحكمك او في 99% من الحكام العرب والمسلمين؟ الحقيقه لا، ما نضحكش على نفسنا، لا جاءوا بطريقه شرعيه ولا باختيار الناس ولا حتى لو جم. يعني واحد يقول لك طب يا عم ده حاكم متغلب، طب يا سيدي الحاكم متغلب في الشرع مين هو؟ عشان بس ما تقعدوش تقعدوا تلفوا الدور وتالفوا احكام غير الواقع. الفقهاء لما يتكلموا عن الحاكم متغلب يتكلموا عن ايه؟ اذا خلا المنصب من حاكم، مات حاكم وما حدش لسه بيقعد، قام واحد راح ناصت على الكرسي بالدبابه والسلاح، انا لا، فأقام شرع الله وأمن الناس وراعى مصالحهم. وراعى مصالحهم، خلاص. قالوا ده المتغلب، ده لأن أقام العدل. تسمع تطيع له مع تأثمه. طيب ليه؟ لأنه حرم الناس من حق الاختيار. زي اللي بيجوز بنته، جوزها الواحد صالح ولكن ما خدش رأيها ولا استشارها أصلا، هي جوازها صحيحة بس الأب حصل إيه اللي حصل له؟ حرم البنت من حق، وهو حق فيها لأن هي اللي تتجوز مش هو. فالحاكم المتغلب حرم الناس من، حتى لو كان وأكفأ الناس وأصلحهم وأقام العدل و بس إيه اللي حصل؟ حرم الناس من حق أصيل لهم، حق الاختيار والعزل. هذا الحق متغلب يا جماعة. فهتقول لي ولي أمر، منين ولي أمر؟ باي صفة، باي شكل؟ فلا تطبق المواصفات طبعا. وإن كان خلاص الناس بتمثل للقوانين والدين العلمي، ماذا في يد الناس؟ أي نعم. جزاك الله خيرا دكتور. الحقيقه يعني الاخوه على موقع اليوتيوب، على موقع البث للقناه على اليوتيوب، بيتساءلوا عن مساله مشكله البث الحاليه. يعني طبعا ان شاء الله في مشكله تقنيه بسيطه ان شاء الله تتحل في اقرب وقت، لكن يعني حاليا موجودين بالذات لو في حد يعني اتصل بينا على الهاتف او شيء، والاكثر يعني يتابعوا اليوتيوب حاليا يعني لحد ما المشكله تتحل ان شاء الله. دكتور ان شاء الله ندخل في الاسئله. الحقيقه في سؤالين مرتبطين ببعض من اثنين من المشاهدين من بلدين مختلفين. يعني السؤال الأول، الأخت بتقول ما حكم تصرف الزوجة في مالها اللي هو راتب العمل بتاعها يعني أثناء زواجها وورثها من أهلها، حكم تصرفها في هذا المال دون علم زوجها، علما بأن هي أعطت للزوج راتبها لمدة سنين طويلة من العمل، أكثر من 10 سنوات، وحالة الزوج المادية لا تحتاج إلى هذا المال وعنده أملاك. ده سؤال الأخت الأولى. يعني السؤال الأخت الثانية دكتور، بتقول إنها ورثت من والدها بعض المال، فوالدتها ادتها ربع هذا المال فقط ورفضت تعطيها بقية المبلغ يعني، فزوجها قال لها يجيب الفلوس كاملة يا إما ما تدخليش البيت. فالإجابة الدكتور على هذه الأسئلة يعني. السؤال الأول، إن دول سؤال مفطرين. أي نعم، مفطرين تماما يعني. السؤال الأول، الزوجة إذا عملت أو ورثت ليس للزوج أي حق أن يعني يأخذ منها مليما واحدا إلا إذا أعطت عن طيب نفس. برضا. تماماً. لا الضغط ولا بلوي بوزي ولا بديها دار ولا يعني أقلب ليها الوش الخشب. لا. ما دمت سمحت لها بالعمل إذا هذا حق لها أصيل في المال. الإرث ده مش من حقي أصلاً آخذ منه ولا مليم. أعطتني. يبقى يندرج تحت الآية، فإن طلبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما تجوب به الزوجة ده مش واجب عليها، ده تطوع وتبرع. ادتك قرش تشكر، ادتك مليون تشكر، على المليون زي القرش بالمناسبة يعني، لأن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. طيب ادته 10 سنين ولا عايز ومش محتاج، حتى لو محتاج فقير دقه ماشي. المفروض تبقى بنت اصول واصله وتديني؟ لا،
المفروض انت اللي تبقى اصيل وتصبر، هي مش مطالبه بده. فان جادت نفسها بشيء تظل خيرا، لم تجد هي حر. هذا قرار خاص بها، ليس لك ان تجبرها على غيري او عليك. طب مساله التصرف دكتور دون العلم بقى، ما انا لا جاي لك، هو مش من حقه اصلا. ايوه هو من الاساس مش من حقه. هو ليس ملوش شأن. زي زوجته دي والله تبنت الراي الحنفي في قضيه معينه المذهب الشافعي، هي حر. خلاص بتصلي في البيت، صلت بقول والله احد وعضو رب الناس، ليه حاجه دي؟ لا. نفس الحاله تصرف في المال، هي حره، انما هي تحاسب عند الله اذا انفقت المال فيما لا يجوز باسرافه. مش معناه انا حر يبقى نعمل ما اشاء، لا انا حر يعني ما حدش يجبرني ماذا افعل، انما ضميري انا هو اللي يحركني في الحلال والحرام. خلاص اذا لو طلبت استشاره او كذا، ده السؤال. لا والدليل عليه كمان يا جماعه، سيدنا عبد الله بن مسعود كان فقيرا معدما وزوجته ثريه، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز تعطيه من الزكاه؟ قال نعم. ليه؟ لاني هي مش واجب عليها النفقه عليه، فتديله من الزكاه للزوج الفقير، ما لهاش تديله من مالك. ايوه خلاص، الزكاه ده حق مفروض، انما سمح لها من الزكاه، ما قالهاش انت ما تديله من جيبك، ما تديله من معاك. والنبي عليه الصلاه والسلام لما تكلم على سيده خديجه، لما السيده عائشه خديجه الله لقد ادرك له خيرا، قال والله ما ابدلني الله خيرا منها، اعطتني اذ حرمني الناس. ما لو كان ده واجب عليها كانش يذكر في باب الفضل. ايوه خلاص، هو ذكر من باب ايه؟ لا هي يعني من اعطته من صحتها وحياتها ومن مالها، وليس ولم يكن ذلك واجبا عليها الا لنصرة الاسلام. بقصه ثانيه، لما كزوم ملوش ياخد من مالها، وظلت تجارتها منفصله تماما عن تجارتي وعن مالي. طيب ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ام اللي هي عندها ارث البنت ادتها ربعه وسابت الباقي حشيته عنها، فزوجها لا ما انت ما تدخلش بيت الا زوجتين. احنا هنا قدام جريمتين يرتكبوهما الام والزوج. جريمه الام الاولى انها تاكل حق بناء بنتها، وهذا حرام شرعا وتاثم به شرعا. ما حدش يقول لي انت ومالك لابيك هنا يا جماعه، لا انت ومالك لابيك لما يحتاج مني واديله بايدي، مش هو يحرمني يحجز عني حقي. ده اكل للاموال بالباطل لا يجوز شرعا. طيب والزوج يجرم ايضا، الام تجرم بمعنى الحق، والزوج يجرم بالتدخل فيما لا يعنيه، يهدم الاسره عشان حق ليس له. هذا حق خالص للزوجه، شان داخلي بينها وبين امها. لما تطلب مساعدتك القانونيه المشهوره شوف عليها اللي انت بتشايفه الصح، انما انك انت سعادتك ما انتش داخل البيت لما تجيب ورثك من اهلك، انت مالك؟ وتقول راجل انت تصرف على بيتك. اي نعم دكتور. طب هنا نقطة دكتور في مسألة الإجابة الأولانية اللي هي الزوجة اللي بتعمل، هل يعني لو الزوج قرر بأن زوجته لا يسمح لزوجته بالعمل، هل يعني ليس من حق الزوجة أنها أن تطالب بهذا الأمر ليس واجبا على الزوج أن هي يسمح بالإذن بالعمل، بس بدون تعنت. إلا لو كانت اشترطت عليه قبل ما تتجوز أنها تعمل. لو كان الشرط اتقال قبل العقد يبقى لازم يتعمل. خلاص. نعم. المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرام حلالا. أيوة. كما اشترطت كما عند الحنابله لو اشترطت على الزوج الا يخرجها من بلد اهلها. اشترطت عليه كده. لها هذا الشرط. ده شرط مش حرام. الا لو حصل ظرف معين وهو ابعد من المكان ده، تقول انا متجوز واحده يا سيدي مصريه.
وبعدين قالت لي يا شرطة ما تطلقني، خلاص حاط وانا قاعد معك فجأة حصلت لي مشكلة زي كده، ويا يتسجن ورشيني يا يهرب وهاجر. يا بنت الحال تعالي، لا انا اشترطت. وبعدين الا ان زلمه يتزوج بقى، اذا هنا الا شروط بتبقى فيه اسئله استثناءات يعني، لكن الاصل ان الشرط بين الزوجين يراعى وينفذ ما دام لا يصطدم ب ثابت شرعي. اي نعم. في اخ سائل دكتور بيقول ان انا كنت بسمع احد المشايخ بتتكلم عن ان احنا لازم يعني نشاهد ما يحدث في غزة حتى نشارك اهلنا هناك احزانهم، فبيقول ان انا منذ بداية العنوان وانا بتابع العدوان يعني، وانا بتابع المشاهد وبشاهد التلفزيون يوميا وبتألم كثيرا وبشعر بالقهر والعجز والاحساس باننا خذلناهم، حتى انني يعني اصبت بحالة نفسية سيئة وكوابيس وما الى ذلك. فالاخ دكتور بيسأل على مسألة ان هو يعني يتغاضى عن هذه المشاهد عشان يحافظ على حالته النفسية يعني. فرق بين المتابعة والتفاعل وبين رؤية كل ما يأتي. يعني أنا ممكن أقول لك والله عندي والدي مريض ادعي له، مش شرط أوريك الأشعة والتقارير وصورتك أبويا ومريض، لأن ده أنت المهم ادعي له. طيب أهل غزة والحروب، في ناس تتحمل المناظر، في ناس لا بتتحملش، صعب خاصة الأطفال والأشلاء والكلام ده محتاج قلوب يعني تكون عندها تحمل، لكن ده مش هيمنعني إن أنا أتابع الأخبار من اليوم السوشيال كام طفل اليوم كذا ولو مكتوبا عشان أتفاعل وأدعي لهم. فالتفاعل مش شرط فيه أشوف كل تفصيلة، لما أعرف التفاصيل من باب العلم بها لأبني على ذلك كيف أتفاعل المطلوب مني، إيه أسهم بمال أروح بنفسي ولا بالدعاء ولا بالإعلام ولا بأي دور عشان أعرف دوري إيه. إنما ليس شرطا في ذلك ما أتتبع كل ما يتم من مجازر بالتفصيل، أمر ده صعب وشاق على ذلك. نعم. في أخ سائل دكتور بيسأل على مسألة الزكاة على الأراضي التي تم شرائها بهدف التجارة، بيسأل بيقول هل تدفع الزكاة عنها كل عام أم كيفية دفع الزكاة، مع العلم أن الأرض ممكن تقعد أكثر من سنة ما تتباعش يعني. هنا في فرق بين الأرض اللي يعني معروضة للبيع وجاي لها مشتري كل شوية أو سوقها ماشي، خلاص هذه تخرج عليها 2.5% كل سنة، كل سنة قيمة القيمة بكام؟ 2.5%. ده معناه أنا اللي مأجل البيع ليه؟ لأعلى سعر. طيب حالة تانية لا، السوق نايم ممكن الأرض تقعد سنة اتنين تلاتة لا يشتريها. ممكن ياخذ الاخ بهذا الراي الفقهي في انه يسمونه التاجر المتربص عند المالكيه، معناه ان هو بينتظر الى حين يبيع يزكي عن هذه الارض لعام واحد، اول ما بيقبض ويبيع بيزكي، ما بيسالهاش بقى حول ولا كلام. هنا سؤال دكتور ابن اخ بيسال على مساله يعني بيقول إن كان في رجل على علاقة مع امرأة غير زوجته بيكلمها عبر الهاتف يعني، وزوجته عرفت وواجهته بهذا الكلام فأنكر، فجابت المصحف وقالت له احلف على هذا المصحف إن هو ليس على علاقة بهذه المرأة يعني، فهو حتى عشان ما يخربش بيته ويضيع الأولاد حسب ما كتب في السؤال يعني حلف على المصحف بهذا الأمر كذبا، فما حكم هذا اليمين وهل له كفارة؟ طبعا هو الاستثناء في الشرع فيما ينمى بين الزوجين، بس مش يعني مسألة طبعا كان الأولى به إذا كان صادقا في توبته، فأسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له. إنما حلف كذبا لعلة أنه يستمر ويغفلها فهذا يأثم شرعا كاذب في يمينه ودائما غموس. إنما إذا كان تاب توبة نصوحا ونوى ذلك فعلا وأقصر حتى لا يخرب بيته وليصل الله عز وجل عليه، فأعتقد هذا يدخل في باب عفو الله ويتوب ويستغفر ربنا يغفر له. إن شاء الله. في أخ سيد دكتور من الجزائر، الأستاذ عبد القادر من الجزائر، أرسل سؤال بيسأل بيقول إن أنا عندي بندقية اشتريتها للصيد يعني منذ عام 2017 ولم أستعملها بسبب ظروف أمنية في البلاد،
وسعرها يتجاوز النصاب، فهل أخرج الزكاة عليها أم لا؟ والله إذا هو يعني بيستعمل البندية عشان إيه؟ هو كان شراها بغرض الصيد، كتب إنها بندقية صيد يعني. لا، ما هو الصيد ده يعني شيء شخصي مش للبيع والشراء. الصيد ده يعني هواية شخصية زي الكتب زي كذا زي أي حاجة. واحد عنده أدوات رسم، أدوات أي كاميرا بتاعت كبير بتاعت شاشة ولا حاجة بتاعت التصوير التلفزيوني، ايه بيصور بنفسه حاجات مش للتجارة، هذا لا زكاة عليه. انما لو نوى بها انها للبيع والشراء لأعلى سعر هيجيله يبقى معناها عروض تجارة يزكي عنه. طب هنا نقطة دكتور، هو ما استعملهاش يعني، هل بعض المستلزمات الشخصية الواحد لو ما استعملهاش في الحالة دي ممكن يطلع عن زكاة ولا خلاص طالما هي يعني شاريها للاستعمال؟ انت بتستعملها عينها ليه؟ هو بيقول ان في ظروف امنيه منعته ان هو يستخدمها، يبدو في قانون مثلا صدر او الوضع اتغير او كده. يظل في النهايه او والله الصيد بقى ممنوع في اماكن معينه وهو اللي كان المنطقه اللي هو فيه. طيب هو نيته ايه؟ دي زمنيه بندقيه لحد ما يسمح بيها، خلاص بقت على نيه الصيد. ما لم ينوي البيع والشراء والتجاره وظلت نيه الاستعمال الشخصي فلا شيء في ذلك. اي نعم. وفي أيضا دكتور سؤال خاص بالزكاة من أخ بيقول كيفية حساب أو كيف أقدر نصاب الزكاة إذا كان المال يزيد وينقص، يعني إمتى يحسب دكتور إن هو ده اللي هيطلع عنه الزكاة؟ مدام المال ما بينزلش عن النصاب إنما طالع نازل كمبلغ بيحسب عن المتوسط. متوسط المال بيبقى فين؟ بيبقى بيثبت عند حد معين، يزيد وينزل لكن في حاجه وسط، خلاص بيقدر على الوسط الثابت في ذلك ليزكي عنه. اي نعم دكتور. في اخ سائل دكتور بيسال بيقول الدوله بتعرض بعض الاراضي للمواطنين بالنظام التقسيط وبتخلي البنك هو المشرف او القائم على عمليه التحصيل والاستلام الاقساط او تحديد غرامات التاخير او الشروط الجزائيه، يعني البنك بيدخل طرف ثالث في العقد يعني. فالاخ بيسال بيقول لو انا تقدمت في هذه القرعه او هذا التقديم يعني هل يبقى عليا ذنب بهذا الامر بسبب وجود البنك في هذه المعامله ام لا؟ لا، هو السؤال انت تعاملك مع مين؟ تعامل السائل مع مين؟ هو شاري من الدوله ولكن البنك طرف في العقد. طيب يعني بيسدد للدوله ولا للبنك؟ هو حسب كلامه لا بيسدد للبنك، بيقول البنك هو المشرف والقائم على عمليه التحصيل، فالبنك هو اللي بيحصل فلوس. طيب هل المعامله من الاساس فيها فايده؟ نص على كده في السؤال؟ لا، ما جابش سيره فايده خالص دكتور في السؤال. طيب معامله من الاساس سيره غرامات التاخير يعني تحديد غرامات التاخير وكده. كان بيعمل دلوقتي غرامه التاخير؟ كان الاصل الاصل ما دام ما فيش فايده محرمه ودخل واشتغل وبعدين حطوا غرامه يبقى طبيعي في اي مكان غصب عنه مجبر عليه، يبقى يدخل ان هو بالحلال ده وانه لن يتاخر حتى لا يكون عليه غرامه تاخير. ايوه ينوي ذلك، فاذا وقع مضطرا لا باس يعني فلا حرج عليه، لكن الاصل لا ادخل معامله من البدايه فيها محرم، انما طرأ علي المحرم لضروره غصبا عني يبقى ساعتها لا اثم علي، فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم علي. انما الاول يسال عن اول المعامله دخلها وهي حلال مباحة ولا دخلها وعليها هذا المحرم، المحرم من البداية أثم لو دخلها. في أخ سائل أخت عفوا دكتور بتسأل بتقول زوجي أوصاني يعني عند مرض الوفاة بأن أنا أعطي لأمه كل شهر 3000 جنيه وهو كان مريض يعني لما يعني وصاها هذه الوصية. الأخت الآن بتسأل بتقول هل اكمل يعني اخد من يعني انفذ وصيته ولا يعني اطلع لها السدس فقط اللي هو راصبها في التركه، مع العلم ان انا ان هو عليه ديون وان انا معايا اولاد في التعليم، يعني هل لازم هو اوصاها من ايه؟ ان كل شهر 3000 جنيه من الثروه؟ هي مش محدده يا دكتور، هي بتقول ان في معاش حسب كلامها وان في تركه، لان هي بتقول السدس ففي تركه وفي معاش حسب ما بتقول. لا، هنا لازم ناخد بالنا من نقطة، إذا أوصى من باب الرعاية للأم لأن ظروفها لا تسمح ده أمر بيعتمد على ظروفنا، إنما الوصية الشرعية اللي هو الوصية العامة إذا من باب وصية عامة يبقوا كرموا أمي ورعوها يبقى ادوها كذا في الشهر من باب إن إيه ده اللي يقدر يسندها،
ده طلب ودي. انما لو وصيه شرعيه لا تجوز شرعا، لان هي الام وارثه. حديث الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث، ام لها ارث، فليس للوارث ان يكتب له وصيه، لا ضئيله ولا كبيره ولا صغيره. طب هنا نقطة دكتور، لأن اللي أنا فهمته برضه يعني بعد قراءة السؤال مرة تانية، إن هي الأخت بتقول يدوا يعني المتوفى له معاش، فهي بتقول آخد 3000 من المعاش أديهم للأم، ولا السدس بتاع الأم ده أقسمه على الشهور وأدي لها منه يعني؟ لا السدس بتاع الأم ده سدس محدش يقدر يشاركها فيه خالص. ده نصيبا مفروضا من الله سبحانه وتعالى، محدش له لأن أصله يطوله. أيوه. إنما المعاش معايا انا اقدر ال 3000 جنيه في الشهر دول ولا ياثروا معايا؟ ده مش وصيه، ده من باب الاحسان اللي بيحكم هنا ظروفي، من غير تعصب، من غير ان لا اسمعني، لا هتتعامل معايا كأم، انت ملك لك لما تحتاج. انما الحياجه دي طلعت 1000 2 3 زي ما اكون انا قادر عليه على ماشي، لكن ده مش من حقيقه في المعاش. من المعاش شيء قانوني بيصرف للزوجة والأبناء. الأم لها في الإرث في المعاش، لو خدت المعاش على حس الابن، ده قانون، القانون هنا بيحدده. لو حكم لها القانون بمعاش، الزوجة ملهاش أي طرف في مزاجها، والمعاش بتاع الزوج هنا يخش الأولاد غير متزوجين، والزوجة والأم لو كانت ليس لها معاش من الأب. إذا خدت من المعاش خلاص عندها الارث والمعاش، انما المعاش مش ورث، المعاش ده عطاء من الدوله او من الشركه اللي تشغل فيها حسب قوانين واتفاقات، مش ارث شرعي. هنا الناس بتغلط ساعات. يقول لك فلوس الخارجه اديها لمين؟ المعاش المفروض يتقسم تركه شرعيه. لا يا حبيبي، المعاش مش تركه شرعيه، بدليل انك البنت اللي الولد اللي جه سن ال 21 سنه سن الرشد وال 18 على حسب القوانين البلد اللي فيها، ها المعاش بيحصل في ايه؟ يتقطع. الارث مش من حق حد يقطعه. الارث نصيب مفروض معروف، ثمن، ربع، نص، نصف، تلتين، التركه كلها. انما المعاش لا، معروف حالات محدده. الابناء الى سن الزواج خاصه البنت، والولد لما يبلغ سن الرشد، والزوجه ما لم تتزوج زوجا اخر او لها معاش من الاب. ده قانون باي شرع بقى؟ مفيش، مش نص شرعي فيه. ده المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، عقد. انما وبعدين العمل، عقد العمل، المعاش لو انت ميت قبل ما تطلع المعاش، حسب انت ميت ايه؟ اصابه عمل ولا بره العمل بيفرق إيه قيمه المعاش؟ في الشرع لا. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ولد عاق ولد بار، الاثنين زي بعض. ده شرع. انما القوانين لها قوانين ما دام تصادم بثابت شرعي. اي نعم دكتور. دكتور في اخت بتسال بتقول انها يعني بتشتغل في الكروشيه او اللي هي بتصنع ملابس من الخيوط وما الى ذلك. فبتقول انها عايزه تفتح مشروع بتعمل عرايس على هيئه حيوانات بصورتها الحقيقيه، او حيوانات او اشخاص بصوره كرتونيه مثلا، شخصيات كرتونيه ما الى ذلك. الاخت بتسال بتقول هل التجاره والعمل في هذا النوع من العرايس حرام ام حلال؟ مع العلم ان انا طبعا مش هبقى عارفه الشخص اللي بيشتري منه بيشتريها بغرض ايه يعني. العرايس دي لاطفال ولا لكبار؟ هي بتقول انا مش عارفه اللي هيشتريها لنفسه مثلا ولا الطفل يلعب بيها يعني. لا ما اذا وهنا بقى معناه اذا كانت الحاجه تصلح لاطفال وممكن حد يستعملها لغيرهم، لكن الغالب عليه ايه؟ لاطفال، لا يبقى ده الشرع. حد خدها لكبار خلاص في رقبته هو. لان سيدنا عيسى كان لها ده طبعا يدل على ان في استثناءات. سيدنا عيسى ما كانتش طفله، مساله ان كانت 9 سنين و11 سنه والكلام ده، ما احنا بعد المدينه بسنين، مساله طبعا ما نقدرش نحكم بالطفوله. فهنا ان كان عندها فرسين، فرس له جناحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم كانت تلعب بها مع صحاباتها. يا سيدي عيشه هتلعب مع اصحاباتها الاطفال؟ لا، البنات دايما في الشباب
بيعيشوا دائما ان هم دائما ايه صغيرين يعني. فمعناه انه ما دام لهذا اللعب لهذا السن المتاح لا شيء. في اختي سائله دكتور او اخ يعني بيسال بيقول هل يعني هو بيقول ان هو يعني بيحكي ان هو كان في المستشفى محجوز في المستشفى وكان متعلق له محاليل وكده وكان عايز يصلي فاستعمل الكحول او السانتايزر للمطهر ان هو يتوضى بيه يعني مشي على نفس اماكن الوضوء دكتور. فكان بيسال بيقول هل يجوز هذا الامر؟ يتوضى بالكحول ليه؟ يعني يمكن حكايه جنبه ازازه مثلا ولا شيء استسهل ما لقاش حد يساعده يعني الله اعلم بالظروف يعني. لا اخطا هذا الاخ اخطا طبعا. لان طبعا الكحول ليس ماده وضوء. يعني العلماء لما قالوا ان هو يعني الخلاف اللي بينه المطاهر ولا غير طاهر خلاف في طهارته وان كان الراجح انه طاهر لكن ليس هو الماء الذي يتطهر به. احنا هنا مساله مش مساله الطهاره والنجاسه. ايوه لو واحد يتوضى بشربات ينفع؟ سيبنا من الكحول. يتوضى بخل ينفع؟ لا ما ينفعش. ما هو طاهر لان الوضوء بالماء بالماء حصلا الوضوء يكون بالماء مطلق الماء. ايوه انما ماء ورد ماء زهر لا لازم الماء المطلق ما يطلق عليه ماء ونشوف عليه خصائص الماء. طب ما فيش ميه قريبه مني يتيمم. ده هو ده النقاش اللي بيدور حول قول الاحناف الوضوء بالنبيذ. فهنا الناس فاهمه غلط. فاكر النبيذ اللي هو الخمره. احنا ربنا بقينا بناس في الزمان ده يقول لك ابو حنيفه اجاز المساكنه. الاحناف بيجوز الوضوء بالخمره. لا ده جهل. ده جهل. لا ابو حنيفه اجاز مساكنه يا ابو حنيفه يجيز الزنا. كلام لا يمكن يقول به عاقل ولا عالم. طيب النبيذ يا جماعه النبيذ في الشرع اي تمر يتحط في ميه بسكر او تمر في ميه. اول ما يتحلل منه بعض يغير الطعم واللون ده بقى نبيذ. اسمعناه مفكر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشربه انما بيشرب خمره. وابو حنيفه قال لك طيب لو ما فيش ميه خالص قال لك ما تتيممش اتوضى بالميه النبيذ اللي هو ميه السكر دي او ميه فيها متغير طعمها بايه بالطمر. واستدل بحديث ضعيف طبعا في ضعف في هذه المساله وقيل لا ده ان صح فهو منسوخ. طيب لكن استدل براي الدليل لكن مش المقصود اللي في دماغنا لبعض الناس. وده من العبارات الناس في دماغهم غلط. في مصطلحات يا استاذ طارق بتتغير من زمن لزمن. فانت تلاقي نص في القران او في السنه كان عادي بالنسبه لنا دلوقتي مش عادي. طيب لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو واحد النهارده قال على في الاعلام ده الصحابه ايه كانوا غير عصابه يعني. يوصل ايه بيها؟ الاهانه. طيب ما هو النبي قال عليه الصلاه والسلام في يوم اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. لا النبي يقصد حاجه صلى الله عليه وسلم تقصد حاجه ثانيه. عليه الصلاه والسلام عصابه في زماننا يعني ناس مجرمه. انما عصابه في اللغه العربيه اللي هم العصبه. مجموعه من الناس. طيب كلمه الاحزاب الاحزاب السياسيه فيها ايه؟ ولا حاجه. انما معناها غزوه الاحزاب اللي هم اعداء الاسلام. اجيب لك بقى خد على كده النبيذ البوظه عند الناس وفي نوعين من البوظه. في البوظه اللي هو الخمير ده الحلال الجائز ولا البوظه اللي بتسكر. النبيذ في المقصود اللي هو احنا اللي هو الخشاب اللي بنعمله في بلادنا في مصر في الفلاحين الناس اللي تحط بلح في ميه هو ده النبيذ. في نوع ثاني من النبيذ اللي في بلادنا يقول لك النبيت اللي هو الخمره. فهنا حسب المعنى نفسه الكلمة لها معنى في اللغة ومعنى في الواقع. نشوف اللغة ايه نشوف الواقع ايه. لو الواقع مختلف مع المعنى اللغوي يبقى على حسب الحالة اللي بنتكلم فيها. بنتكلم في البحث العلمي البحث المعنى اللغة مقدم ثم نجيب الواقع فتوى لأن الواقع نشوفه لأن هينفصل عن المعنى التاريخي واللغوي. هبقى أنا بتكلم في وادي والنص في وادي ثاني.
في أخ دكتور بيسأل بيقول أنا رجل متزوج من امرأتين وكانوا بيفتحوا تليفوني ويتجسسوا على رسائلي وكنت دائما في مشاكل من هذا التصرف. فأنا حلفت عليهم بهدف التهديد والزجر بأن أي واحدة منهم تفتح تليفوني وتتجسس على رسائلي فهي طالق. وبيقول الأخ في سؤاله دكتور أن أنا بعدها بيني وبين ربنا فسخت هذا الحلف بالجملة التالية، قلت يا رب أشهدك بأني فسخت هذا الحلف وأي واحدة منهم تفتح التليفون ليس عليها شيء. فالأخ بيسأل بيقول هل اللي هو قاله ده يعني يكفر ما قاله قبل ذلك أم لا؟ يعني أولا هنا المسألة اليمين لا يفسخ بأن أقول والله لا خلاص رجعت. اليمين حضرتك لو هو يمين يتكفر يتطبع. كفر لما تكون أنت في معصية، من حلف على شيء إن يعني غير جائز فليكفر ولا يفعل فخلط وسلم. خير عجز ويتكفر عن اليمين بإيه؟ بكفارة اليمين. طب أنت نويت إيه؟ التهديد، يبقى كفارة يمين كفر عنه. وإن كان لو هو حبيب يهدد التهديد ما يجيش بالطلاق، يعني هو مش ذكي أبدا يعني. أنا أستعلم أنت متجوز اثنين والاثنين مصرين، ما هو طبعا الثانية خايفة لتجيب الثالثة والأولى خايفة لتتجوز برضه، خلاص أنت ما بقاش في أمان يعني، أنت الأمان بالنسبة لهم مش موجود. فكان الصح تهدده في الطلاق، هتجيب الثالثة وبصوا في تليفوناتك مثلا، ده كان يبقى التهديد مش هيبصوا فيها فعلا، إنما أنت قلت اللي هبص تبقى طالق ماشي هتردها، إنما تجيب الثالثة دي هي الصعبة. لكن للأسف طبعا الناس للأسف تهزم بقصة التهديدات، والصح لا أعمل تليفوني أعمل بطول، ثم لا حط قوانين حاسمة وحازمة في إن ما حدش يطلع على تليفوناتي أمور خاصة، وده طبعا من انعدام الثقة بين الأطراف المختلفة. الأولى أن يكون الثقة موجودة، يكون هو عامل من عوامل هذه الثقة، لكن طبعا دخل الشيطان بينهم فاضطر يهدي. احنا قلنا حكمه على التهديد وحكمه على غير التهديد. نعم. آخر سؤال دكتور، يعني يمكن أقل من دقيقتين من وقت الحلقة. أخ سأل بيقول أنا عندي شقة وعايز أبيعها وهي صغيرة ودور أخير في منطقة يعني متواضعة يعني أو عشوائية، ولا أجد لها زبون، ولكن جالي زبون عايز يشتريها بنظام التمويل العقاري، يعني البنك يدفع له هو يسدد البنك، هل أبيعها ليه ولا لا؟ أنا ماليش دعوة بالبنك، ماليش دعوة بالمشتري. حضرتك أنا عايز أبيع الشقة دي تجيب لي ثمنها عشان أطلع أنا من هذا الخلاف الكبير. وأنا ما عدت شايل هم مدافرين وقعد أنا دايما موسوس من جواي. أنت جاي تشتري شقة، إذا لا إلا لو أنت مش مطمئن خلاص سيب المعاملة، دع يريبك إلى ما يريبك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، تاكل عشان الوسوس ده تشتغل معك. لا أنا مش موسوس خلاص، يبقى الشخص يا عمي أنا مش دعوة هتجيب لي، أنا يهمني الشقة دي لأن مش مطالب أنا شرعا كل هاي حد يشتري مني، جايب الفلوس دي منين؟ من بنك ولا من شغل؟ لا أنا مش مطالب بده، أنا واقف في السوبر ماركت ببيع جبنة، ببيع خيار، ببيع طماطم، ببيع زي ما ببيع. حد دفع الفلوس هسأل كل واحد بيكبر مالك حلال ولا حرام؟ أنا مش مطالب بده، وإلا ما حدش هيعيش ولا هنبيع ولا هنشتري. لو كل واحد هيتعامل معانا هنسأله عن مصدر المال لن يبيع أحد ولا يشتري، وهنبقى بنتدخل فيما لا يعنينا. فهنا المحاسب على هذا المال حلال او حرام من جلبه، انما انت بايع الشقه اللي بتتقال تتحاسب لو كنت اكلت حرام. اي نعم. جزاك الله خيرا دكتور. في نهايه حلقه اليوم نشكر فضيله الشيخ الدكتور عصام طليعه من علماء الازهر الشريف، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.